السلام عليكم شباب، شلونكم؟ إن شاء الله اليوم راح نشرح المحاضرة الثالثة ضمن محاضرة دكتور فراس. راح نحكي بيها على الني تروما، أوكي، ميلي يعني، وممكن شوية ننزل على التيبيا والفيبيولا، نشوف بيهم بداياتهم شنو، يعني صد البروكسيمال إند مالتهم شنو ممكن يصير بيهم. على المحاضرة الأخيرة إن شاء الله ضمن محاضرات دكتور فراس هي حتكون عن الديستال اند اوف ذا تيبيا اند فيبيولا، يعني الليج صد والانكل، والفوت همنا وياها ناخذها ان شاء الله ان ديتيلز. طبعا احنا الانجري هنا يشمل بالانكل او بالني خصوصا، هذول المناطق اللي نقول انجري دائما اكو يصير وياهم ليجمنت انجري، اوكي، يعني من نقول تعور تاذى، ومرات حتى انه احنا ما نميز هل هو ليجمنت انجري ولا هو فراكتشر، اوكي، فهذا الشيء خلوه ببالكم. هذني المكانين بالذات الانكل والني راح ندرس بيهم الليجمنت انجري، صح هي مو بون زين، بس يعني مفروض احد يقول لي انه هاي ضمن التشو، بس لا احنا حندرسها لانه هي تصير بالتروما مينلي، تمام. اما الباقي يعني مثلا الليجمنتس بالابر وكذا حناخذهم ويا الديزيزز. نجي على الاكيوت ني ليجمنت انجري، احنا عندنا الني ليجمنت لازم تعرفون بالبدايه من يعني قبل الليجمنت، الني نفسها الني جوينت مفصل الركبه كم جوينت بيها، لازم تعرفون انه هي بيها 3 جوينتات اللي هي بين التيبيا والفيمر، بين التيبيا والفيبيولا، وبين الباتيلا والفيمر، اوكي. هذا النهاية مهمة تسألون عليها. سو بالبداية الني تتكون من 3 جوينتات ويا بعض كلها اسميها ني، يعني الباتيلا الارتكيليشن مالتها ويا الفيمر هذا ني، يعني هاي ضمن الني. الفيمر ويا جواها التيبيا، هاي وياها التيبيا والفيبيولا اليمها، هذن كلهم اسميهم ني. فهو الجوينت هنا مو جوينت يعني بسيط، نشوف انه شويه معقد الحركه مالته، الديجري مالته انت ما مطلوب من عندك ايش قد ميديالي روتيتد ولا لاترالي روتيتد، بس اكو اشياء هسه نقولها، بس كالاناتومي اللي تذكرون ما اعرف او لا، كنا ناخذ كل جوينت ايش قد يسوي، ايش قد يسوي الحركه، يعني مثلا من الالبو هل هو فولي اكستندد يقدر يصير 180، هل من الفور ارم تقدر تصير ويا الارم 180 درجه، اوكي لا ما نقدر، ستيل اكو بيها زاويه بسيطه تسويها ويا الارم، الفور ارم تسويها ويا الارم. فالفكره انه انت اللي تحتاج تعرفه هاي اول معلومه. بعد لازم تعرف ان الني من نسوي لها فلكشن، يعني احنا تخيل دائما تقرا بوع على رجلك، يعني تطبق اوكي وتخيل الحركه، الرجل هسه حطها باكستنشن وبعدين سوي لها فلكشن، راح تشوف once you flex your knee راح يصير عندنا internally rotated، اوكي راح تصير نفس الوقت فلكس وانترنالي روتيتد، تحسها تجي ميديالي تجي للداخل زين. فهاي همنا جدا مهمه لازم نعرفها، وبالعكس نسوي اكستنشن هي فلكشن، نسوي اكستنشن اكيد حتطلع لي برا وتصير اكستندد. فهاي المعلومه الثانيه الاضافيه الخارجيه لازم تعرفوها زين. نجي على في شيء اسمه فولغاس ستريس وشيء اسمه فارس ستريس. كلمه فولغاس معناها لاترال، انت حتى لا تنسى ال بال، اوكي لاترال ال بال، والفيروس معناها ميديا. فمن نقول الفالغاس ستريس يعني القوه اللي جايه لاترالي، يعني اذا هاي الني هاي الميديا مالتها يعني اخت الني الثانيه هنا زين، وهذا اللاترال وهذا اللاترال برا يعني زين، وهنا احنا تكمله البادي. فمن نقول lateral stress أو valgus stress يعني stress جاي laterally، مو يعني اللي دا يدفع النية to the median، لا اللي جايها دا يكفخها من اللاترال، هاي مهمة جدا زين حتى لا تخربط.
بالنسبة للفالجس والفارس، الفارس بالعكس يعني من الميديال اللي برا. زين، يقول لك انه لازم تعرف حتى تفهم الانجر ايش راح يسوي بالفانكشن ديفورميتي كذا، لازم تعرف منو يلزم كليجمنت، منو يلزم الني من جهة الميديال، ومن يلزمها من جهة اللاترال، او حتى نسهل لاتوخ ميديال لاترال الانترنال بارت او الانر بارت والاوتر بارت، من يلزمها منه ومن يلزمها منه، مجموعة ليجمنتس، مجموعة تندنز، اوكي، سوى مجتمعة مستوية هاي الستيبوليتي بالحركة، لانه انت رجلك تستخدمها هواية ورجلك يعني من القوة من سوي فلكشن اكستنشن، انت المسلز اللي تسويها مو مسلز صغيرة، مسلز عظيمة، فالقوة اللي تصير على هذا الجوينت اكيد مو مثل القوة اللي تصير على الالبو، هواية اكثر يعني، فلهالسبب نيد اكثر ستيبوليتي. فتجون نشوف انه اللاترال ستريس، اهم شيء تعرف الاشياء اغلبها وين صايره، صايره ميديالي، اللي هي مثلا انت عندك كاتب لك الميديال كولاترال ليجمنت مثلا، اللي هو يعني لانه احنا حتجي لاترال مثل ما حكينا، خلينا نرجع نرسم الني، هاي الني، اوكي، هاي اللاترال، هاي الميديال، فهي القوه جايه هنا، هذا السهم هو سهم القوه، اوكي، سهم الانجري، مين جاء القوة مع الانجري. زين، فميديال شنو اكو عندك؟ اول شيء ميديال كولاترال ليجمنت، تمام، هاي اول واحد، ميديال كولاترال ليجمنت تخليه ببالك. زين، التو لايرز مالته سوبرفيشال والديب، اثنينهن ريزيست هاي القوة. بعد سيمي ممبرينا ستاندين، ميديالي عندك همينه السيمي ممبرينوس تندن، اذا تتذكرون انا هاي الصوره جبت لكم اياها من نتر مال اناتومي، بتتذكرون كان اكو شيء اسمه الباس انسيرنوس، اللي هو كانت عباره عن مجموعه من التندينات سوا. زين، مسويت لكم مثل يعني عبالك صايره بلوكة واحدة، زين، من التندينات، كنا نحفظها بالسرعة حتى ننساها، كنا نقول say grace before tea، هاي النيمونيك، say grace before tea، إذا تذكروها أو لا ما أدري، بالأناتومي كنا نحفظ تسلسلهم ترتيبهم، say هي sartorius، أوكي، اللي grace هي gracilis tendon، زين، وال before كانت بيرسة تقعد بيناتهم، يعني بين الجارسيلوس تندن والسيمي تندنوس تندن، كانت تقعد بيناتهم مثل البيرسة، بيرسة اللي هو تي سوبي فلويد. زين، والتي اللي هو من سيمي تندنوس تندن، أو كنتو سموها تندنوسوس، I guess هيك شيء. فهاي الأشياء مال أناتومي. زين، هاي هن ذني الليجمنت كلها سموها يعني تكون لك ضمن ميديال، تكون وتكون تلزم لك هاي الموضوع، يسموه سمي ممبرين استندن، تلزم لك من يجي اللاترال ديسلوكيشن هي ها، او اللاترال باور هي ها، يعني شلون توقف كلها سوا التنشن، وبالتالي حتمنع الديستوكيشن. زين، فهاي جدا مهمة، همينة تحفظوها. بعد عندكم البي او ال، اللي هو عندك البوستيريور اوبليك ليجمنت، هم البوستيريور اللي اذا تتذكروا صاير فد تندن اوبليكلي نازل، همينة انت ما حد حيسألك عن المكان، واحد حيقول لك هاي وينها مثلا بالعملي، لا. زين، والكروشيات ليجمنت اللي هو عندك اثنين كروشيات، انتيرير اند بوستيرير كروشيات ليجمنت، هسه نحكي عنهم ونحكي على مالتهم الانجري كلش مهمات. فانت هاي الميديال كولاترال ليجمنت، انتيرير وبوستيرير كروشيات ليجمنت، بوستيرير اوبليك ليجمنت، وعندك السيمي ممبرين ستندن اللي هسه حكينا عليها، قلنا يعني حتى نحفظها بالسره هي سي جريس بيفور تي. زين، جدا مهم تعرف هاي المعلومه اللي كاتب لك اياها. انت الـ 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 هاي مجتمعة تسوي stability، اوكي، بس الميديال كولاترال ليجمنت اذا واحدة اريد افحصه
لازم أني أخلي الرجل بزاوية فلكست بزاوية 30 درجة. بهاي الزاوية أنت تخيل إذا هذه هاي الرجل تمام قبالك صارت شوية فلكست بزاوية خلينا نقول عن النورمال الطبيعي بزاوية عندنا 30 دقري of knee flexion ماشي. إيش راح يصير عندي؟ راح يصير الآتي من هاي التندنز راح شلون يعني مو تترهل بس حتطلع من المستوى مال اكشن العضله حتى تشتغل. هاي العضله عندك هنا الاوريجن هنا الانسرشن حتى تشتغل لازم الشيء اللي تشتغل عليه يكون بهالمستوى يعني تكون عمودي مو عمودي سوري يعني تكون نفس المستوى حتى من تتقلص من تقصر هذه زين شو تسوي تجر هذا البارت توورد الاوريجن تجر مكان الانسرشن توورد الاوريجن فلازم الاكشن مالتها يصير نفس الخطوط يعني نفس خطوطها نفس الفايبرز اتجاه الفايبرز مالتها تمام. فهنا من صار الاكشن مالتها هي شو تسوي لازم اهنا حتى تشتغل تكون مستواها مستوى الفايبرز مالتها بالاتجاه او بمستوى الرجل كلها اللي احنا بدنا نحكي عليها من طولها طولها الني بارت شويه من فوق شويه من جوا كلها بطولها. فمن طلعت عنها هذيك طلعت برا يعني كانه هاي اوت عن الفايبرز هاي بعد ما تشتغل شلون تصير لاكس ماشي بعد ما تشتغل. فبهاي الحاله احنا هذوك البقيه اللي قمت وكذا راح يكونوا مرتاحين ما يشتغلون. فاذا هو الني فلكس ب 30 درجه وانت اجيت لاترالي كفخت الني سويت فالكا ستريس حتشوف بس اللي حيكمش لك الني هو الميديال كولاترال ليجمنت. هو اصلا من تشوفه من الميديال كولاترال اذا تذكروا كان هيك قايل يعني مو افقي ولا عمودي لا صاير كانه اوبليكلي لاترالي زين. فمن اجي اريد افحصه لازم اخلي الرجل بزاويه 30 حتى افحص الميديال كولاترال ليجمنت. نجي على الفيروس ستريس. الفيروس ستريس هو شنو؟ فيروس ميديالي زين يعني قوه جايه الستريس جاي من جهه الميديال من 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 الانر بارت اوف ذا الليج او الني. فلازم الاشياء تلزمها هذا اللاترال هذا الميديال القوه جايه هسه منها بالعكس. الاشياء تلزمها لازم وين موجوده الاستابلايز الني لازم موجوده باللاترال اللي هي مثلا لاترال كولاترال ليجمنت اليوتيبيال باند تمام. بعد البوبليتيوس تندن زين هذني مهمات تحفظوها جدا مهم يعني ممكن تجيكم تخيلوا أسي يقولكم منو ستابلايز منو يحب الدكتور فراس يحب البيزك كلش. فيقول لك الاليوتيبيال باند اند اللاترال كولاترال ليجمنت هذني اثنين هم البرايمر ستابلايزر بين الفول اكستنشن والزاويه 30 يعني انت هنا هسه هناك كان الميديال كولاترال هنا اللاترال كولاترال والاليوتيبيال باند هذول الاثنين هم مسؤولين عن الاستابيليتي. ف وانس اكزامين ذم لازم تخليها ب 30 درجه جدا مهمه. كل ما تزيد الفلكشن كل ما الكولاترال راح يصير ريلاكس تمام مثل ما قايل لكم هو وبالتالي البوستيريور او البوستيريور لاترال ستراكشر اللي هي اقصد بيها البوبليتيال تندن اليوتيبيال اللي صايره شويه لي ورا ولاترال هي اللي راح تسوي لك ستابيليتي. فانت الميديال كولاترال واللاترال كولاترال ليجمنت هذول الاثنين هم اذا انت تريد تفحصهم 30 اذا زيدت عن 30 دقري كأنه تقول 60 دقري بهاي الحاله لا. طبعا انا من اقول لك 30 يعني شنو مثل ما رسمت لك اياه هسه اقصد ويا ويا المستوى الخط العدل اللي هي وانس الليج اكستند اوكي من اكو اكستنشن هذا هي الزاويه 30 ماشي مو ويا الليج من ورا لا اقصد هاي اللي راح يصير زين. او بالحقيقه احنا لانه بدنا نحكي على اللور فالابر هو ثابت اللور هي فهذا هاي الزاويه تمام هي هاي ال 30 مو هاي زين. فمن تزداد تصير اكثر
الفلكشن زاوية الفلكشن أكثر، هذين اللاترالز راح يصورون لاكس مثل ما حكينا ذي الشيء صح، فما حيسوون ستابيليتي. الكروشيات ليجامنت عادة الانتيرو بوستيرو كروشيات ليجامنت مهمات جدا بالستابيليتي إذا كانت انتيرو بوستيرير والروتيتري. يعني شنو؟ يعني مو بس بالميديال مثل ما حكينا، وانما لا، وانما حتى من تجي تفتر، ليش ما تفتر اللق؟ هو الكروشيات هم اللازميه اللي قاعدين بنص الني، صايرين الرباط الصليبي قاعد بنص الني، هو هذا يلزمهم لا يخليها تطلع قدام ورا، ما يخليها تفتر. يعني مو ما يخليها تطلع ب ب بدرجه كبيره. اوكي، وإذا جت القوة نفس الشيء، هو حيتنس ويلزم الني. يعني إذا جت من قدام هو حيلزمها وما يخليها ترجع لي ورا، والعكس بالعكس. زين، أهم شيء الكروشيات اللي قمت لازم تفهم أنت بيهم كل واحدة منهم بيهم two type of bands اللي هم منو، اللي هو مثلا anterior cruciate ligament عنده anterior medial posterior lateral، والposterior عنده anterior lateral posterior medial. هاي مهمة. زين، هاي الاكس مو لهم ترى، هاي مهمه. شلون تحفظها؟ انا حنطيك طريقه حفظ. اوكي، لانه انت مال انه تتخيلها تحتاج تشوف 3D، يعني تحتاج تشوف حقيقي ني حقيقيه، تشوف الفايبرز شلون جاي. بس انا هم هحاول ارسم لك اياها. عندك الانتيريور كروشيت وعندك البوستيريور كروشيت. كحفظ، طريقه حفظ، دائما انت عندك انتيريور بوستيريور ميديال لاترال صح؟ يعني دائما من تجي تحكي باتجاهات تقول شلون، تقول سوبيريور انفيريور، دائما تحس انه السوبيريور والميديال والانتيريور هم ذول الخيرين، واللي عكسهم هو اللاترال وال صح. مثل ما تقول رايت وليفت، الرايت تحسه زين والليفت تحسه لا، لان هو هيك ما اعرف يعني. فهنا نفس الشيء، انت من يقول لك انتيريور كروشيت ليجامنت تمام، يعني انتيريور ميديال اللي هم الصحيحين اثنينهم سوا، اللي هو هم انتيريور وهم ميديال زين. بينما البوستيريور كروشيات ليجامنت هو الانتيريور لاترال، يعني متضادين، يعني الخير والشر تمام. فانت الانتيريور كروشيات ليجامنت اذا انتيريور وميديال فلكشن، حتى الفلكشن هم تحسه لطيف وياهم، يعني الفلكشن هو تحسه هو الزين، والعكس الاكستنشن زين. يعني ما اعرف شيء اذا تحسوا نفس الاحساس، اني بهالطريقه حفظتها. فمهم جدا تنتبه البوستيريو لاترال انتيريو كروشيات ليجامنت، يعني انتيريو فورورد، يعني هو يقول لك الشيء الصح اللي هم بوستيريور ولاترال، اثنينهم هذول مو زينين، اثنينهم سيئين، يسوي لك اكستنشن، فتحس انه المجموعين الطيبين سوا والاشرار سوا. ما اعرف ايش احكي، بس احاول احفظكم هاي، هاي كلش مهمه. وتجي البي سي ال لا، بقى البوستيريو ميديال اللي هو يسوي لك اكستنشن. يعني دائما من البوستيريو اكستنشن انتيريور ريفلكشن زين، مو يسوي لك، هو اللي يحفظ لك البوزيشن، يعني تنس زين، ويلزم لك اني ما يخليها تمام. فهاي هي المهم، يعني مسوي فلكشن ما يخلي الرجل تتزحلق لي ورا، بنسوي اكستنشن ما تخلي الرجل الليج تطلع لك لقدام وحدها، هيك معناها. فانا راسم لكم اياها، يعني رسم على شو اسمه، قلت لكم ان لا تفتح الني منه وتباوع من فوق وتشوف الدنيا شلون صايره، بهالحاله الوحيده اللي تقدر تفهم الليجامنتس. اوكي، بس هي قلت لكم بصوره عامه انت بهالطريقه تقدر تحفظها. ليش احنا نقراها؟ ليش مهمه الكروشيه؟ اكيد سامعين والولد يشوفون الطابه، الليجامنت اللي الصليبي يسموه او الكروشيت، اكثر شيء هو يتاذون باللاعبين زين. فمهم انه انت تقرا حتى اكثر من الانكل زين. بلس انه هو جوا الني، فالمانجمنت مالته نوت ايزي، يعني مو سهل انه انت تسوي مانجمنت الانكل من حتاخذها بعدين. انا اقارن لك لانه حتشوف شويه تشابه شويه اختلاف. الانكل من حتاخذها حتشوف انه الليجمنتس كلها برا، فعادي تقدر تعالجها، تقدر تشخصها بكل سهوله، حتى الاكزامينيشن مالته سهل، يعني ما بيها هذا هنا كوما تشوف الدراور تيست والميديال واللاترال ما ادري منو زين، بالعملي كوما تشوف عليها اسامي زين.
هاي طبعا اللي قلنا عليها السيمي ممبرينس ومالتها التندينات واساميهم حكيناها. زين هاي اليوتيبيا اللاترال، يعني هذا لاترال ده شوفه من لا من اللاترال بارت، اوكي هذا شوفه ميديالي. اوكي زين الميكانيزم اوف انجري شلون يتاذى ال هاي الليجمنت. اوكي بس خلي اشوف ال كان اكو ملاحظات حتى اكتب لكم اياها. ها اي بس اجيكم قبلها مو اتذكر هاي هنا. اوكي عندنا كومن بيرونيال نيرف يفوت هنا هاي لاترال، تتذكرون كومن بيرونيال نيرف حتى عند هيك مثل الجروف البسيط يفوت بي يفور ويلوف. زين هذا كومن بيرونيال نيرف، فالمهم لانه هم من يريدون يفتحون لاترالي بالعمليه لازم تيك كير حتى لا ياذوا. اوكي جدا مهم. زين بس هاي الملاحظه. الميكانيزم اوف انجري موست ليجمنت اكر وايل ذا ني از بنت، شنو يعني؟ يعني اغلب ذول اللواعيب اللي يلعبون هو دا يركض لو هو دا يريد يضرب الطابه ويجي ذاك يضرب رجله او يوقع على رجله وهي مثنيه، فلازم انه انا شنو عندي؟ عندي رجل تكون بنت اوكي مثنيه. زين اغلبها ايش راح تسوي؟ يعني شنو قصدنا؟ يعني من انت قلت اذا فول اكستندد اذا نحكي عليها الليجمنتس ميديال ولاترال كلها تشتغل، اربع نقاط بالميديال، اربع اشياء بالميديال، الكولاترال الاي بي هذا الاوبليك ما اعرف شنو السيمي ممبرينوس. زين باللاترال حكينا عليهم هذني يشتغلون من انت رجل واقفه يعني اكستندد. زين حلو هاي اول نقطة. اثنين قلت اذا وصلنا 30 درجة 30 زاوية بنت الميديال لاترال ميديال واللاترال كولاترال هذني حيشتغلون، اذا اكثر الزاوية فليكس ما حيشتغلون هذول. زين معناها انه هذول كلهم اللي حكيت عليهم اللي هم حيسوون ستيبلتي حيكونون لاكس ريلاكست اوكي حيكونون ممتنشنين، فبكل سهولة يصير الخلل، بكل سهولة يصير اللاترال ميديال روتيشن أي شيء بكل بهاليش، لأنه النازلة هذني الفايبرز النازلة سواء كانت ليجمنت أو مصل بالفليكشن حتكون ريلاكست. هذا الشيء كلش مهم تتخيله. زين ف احنا أهم شيء مثلا عندنا الداشبورد انجري اللي هو قاعد زين وثاني رجله بالسيارة دا يسوق واندعم وفات الدشبول احنا نسميه فات يعني ضرب برجله ضرب بني، فبكل سهولة يصير عنده knee dislocation، بكل سهولة يصير عنده injury. زين التيبيا ترجع لي ورا and so on. فهاي مهمة. احنا عندنا بالوعي بالطابة اما اكثر شيء يصير عندهم خصوصا اذا يجي مثلا هي رجله هنا هيجي واقفة هو يجي تجي الضربة منه، يعني هو دا يثنيها مثل ما دقوكم يريد يضرب الطابة يجي الاخ يريد ياخذ الطابة من عنده يضربها ميديالي او لاترالي يسوي له روتيشن يسوي له تويستينج انجري، فراح يتعرض الى فالغاس او فارس ستريس او حتى انتيرير بوستيرير روتيشنال ستريس، كل هذني يتعرض لها اللاعب مال الطابة حسب القوة منين جاي، وبالتالي حتأذي الليجمنتس اللي حكيناها فوق. ونس ان انت تعرف منو اللي يلزم الفالغاس ستريس او منو اللي يلزم الفارس ستريس حتعرف يا ليجمنت انجرد. ماشي هاي جدا مهم. تشوفون هنا تشوفون هذا اللاعب هاي بعد رجل بس بعد شلون صايره بعد صايره بيها مثل الروتيشن. زين وهو جاي يعني فشي فظيع هاي الصوره. منو حيتاذى هنا؟ هسه نقول ليش هنا اللي صاير هو external rotation لأنه هاي العلامة مفروض تصير هنا. زين فهو صاير externally rotation بعد صاير القوة جاية laterally يعني valgus ضربة من برا الرجل صاير lateral يعني externally rotated والقوة جاية valgus، وبعد عندنا وزنه weight bearing
هذا المكان حمل وزنه. فبهاي الحالة هنا احنا منو حيتأذى؟ يتأذى الـ ACL، هذا تدرخه الـ ACL. حتى يصير الـ injury لازم عندنا weight bearing, external rotation and valgus. زين، هاي تحفظها الصورة weight bearing, external rotation and valgus. هذا يصير عندي الـ ACL injury, very important. يقول دكتور فراس عندنا two type of injury، عندنا يسموها contact injury اللي هو يعني انت تجي واحد يضربك، اوكي، او انه انت توقع. شلون هذا كونتاكت، او ان كونتاكت اللي هو انت توقع عليها مثلا باراشوت او شيء نازل من مكان بعيد وتوقع على هالحاله هذه. زين، ف بالحالتين حيصير شنو عندنا؟ حيصير عندنا انجري للليجامنت. اهم شيء تعرف اني حتجي منفوخه، حتجي painful، يصير عندك شكلها مو طبيعي. زين، المنسكال انجري ممكن اسوشيتد، او هنا باعوا هنا لانه انت يعني اذا توقع على الرجل ممكن تتخيل منسكال انجري تعوى، بس اذا انت ما واقع على الرجل يعني مثل هاي الصوره شفناها احد ضربك او شيء، لا تتخيل انه الليجمنتس اكثر من المنسكوس تتاذى. فالمنسكال انجري احنا حنشوف السوالينج رأسا يصير all of a sudden يعني بسرعة، أوكي، مجرد ليش؟ لأنه يصير bleeding، يصير تملي المكان الجوينت رأسا ينفخ. هنا لا، هنا البين أكثر من الانتفاخ، يعني البين أكثر من أنه تكون swollen. زين، يعني البين مهم بdiagnosis of ligaments، الكولات الانتيريور كروشيت ليجمنت، بوستيريور كروشيت ليجمنت، الكولاترالز، البين اكثر اوبفيوس. المينيسكوس انجري اللي صاير الغضاريف اللي موجوده داخل الجوينت اكثر يصير وياها سوالينج، هالشيء خليه ببالك. زين، كاتب لك شيء انه هاي جدا مهمه، هاي تحفظها عندك بحاله التيرز، يعني من تنقطع من انت الليجمنت. وشنو انجري؟ يعني تير، غير يعني هو ما يدغدغ الليجمنت، اكيد يصير بيتير. فهذا التير يا اما يكون كومبليت يا اما يكون بارشل، يا اما كلها يتقطع يصير قطعتين الليجمنت الرباط، او يصير شنو؟ او يصير بارشل. بالكومبليت تير كاتب لكم انه البيشنت يجي عنده ليتل اور نو بين، بينما بالبارشل تير يجي البيشنت عنده بين. ليش هالشي يصير؟ يعني ايش معنى انه اني بالكمبليت ماكو بين وبالبارشل؟ الفكره شنو؟ الفكره انه انت بالبارشل تير الليجمنت اللي ستيل موجود اللي ما صاير نوت تورن راح يخلي الفلويد اللي ناتج او البلد اللي ناتج بسبب ال بسبب الـ هذا التمزق still يسوي pressure. يعني شنو؟ يعني still هو دا يضغط على الليجمنت اللي بعده موجود ما مقطوع، يعني اكو pressure. بس بالكمبليت تير اكو space، خلص هو صار قطعتين، واحدة فوق واحدة جوا، انفتح المكان، اكو space، ماكو pressure. فthat's why احنا بالبين بالكمبليت يكون البين اقل، بالبارشل يكون البين اكثر، يعني ريسبروكالي. اوكي، هاي مهمه جدا تعرفوها. بعد كاتب لكم السوالينج اولسو از ورس، هذا السلايد كلش مهم. ان بارشل تير بيكوز كاتب لكم الهيموريج تبقى كونفايند للمكان، بالكمبليت راح تطلع ليك ديفيوز، نفس الحكي اللي حكيناه هسه. With partial tear, movement is painful, while an abnormal movement of complete tear is often. ليش abnormal movement؟ لأنه خلص انقطع الرباط، يعني هو اللي كان لازمه medially ولا laterally حتروح. إيش يقول لك ال patient؟ يقول لك giving away. من أمشي رجلي هاي giving away إذا أنتوا شايفين history taking. من أمشي رجلي تروح يمني، يجي تشمر يسرى، تشمر يمنى، هيك يسموها. زين، يعني شنو؟ يعني هو دا يمشي مفروض انه او دي يسوي فلكشن او يسوي اكستنشن، مفروض مثل ما قلنا اذا هي انت تسوي فلكشن شويه ميديالي روتيتد،
زين او تروح انترنالي، فمفروض الميديا الكولاترال ليجمنت تلزمه، ومن يسوي اكستنشن اللاترال كولاترال ليجمنت تلزمه، يعني هو يطلع بلي برا يطلع لللاترال بالاكستنشن. فهاي الحركه اذا الميديا مثلا تاذى الكولاترال الجوينت حي يجي على الميديا، لانه ما حي ماكو شيء لزمه زين، يعني يجي اكثر على الميديا بزاويه اكثر، فحيصيرش عندي حيصير الحركه مالتي مو ستيبل. يجي البيشنت يقول لك الحركه مالتي مو ستيبل لانه هو كومبليتلي تور، بس اذا بارشيالي بعد الفايبرز اللي موجوده القسم اللي ما صار بتير بعده هو يقدر يسوي لك الستيبلتي، بس يكون painful لأنه يختنق البليدينج بمكان واحد جوا. زين نجي طبعا هاي الاكزامينيشن مهمة جدا حتى بالنسبة للعملي من تمتحنون يسألوكم عنها. هسه إذا أنت فاهم حتصير كلش سهلة عندك، عندك الميديال كولاترال ليجمنت زين، وعندك اللاترال كولاترال ليجمنت، هاي كلش مهمة. الميديال كولاترال ليجمنت المكان اللي ينقطع عادة بيم الفيمر، طبعا أنا هاي حتى أقول لك إيش معنى الميديال كولاترال المكان ينقطع يم الفيمر، واللاترال كولاترال المكان اللي ينقطع أكثر شيء يم الفيبولا. لازم تتخيل المستويات، تتخيل إنه الميديال كوندايل هو أكبر من اللاترال، يعني هاي اكو اشياء تعرف لازم انه الفيبيولا بالاناتومي صاعده شويه عن التيبيا بالبروكسيمال بارت، فانت لو تجي هو نفس المستوى، يعني الانجري من تفوت خط القوه خط الانجري يفوت نفس القوه نفس الاتجاه، يعني مو يضرب هذا اعلى وهذا انصى، بس هم كاناتومي الميديال كوندايل سوري ميديال كولاترال ليجمنت اعلى شويه. ليش؟ لانه الاتاتشمنت مات ميديالي صاير فاتاشت ويا الفيمورال فينضرب اكثر بالفيمورال. نجي على الاكزامينيشن، طبعا عندنا اسمهم ستريس تيست، ليش؟ لانه هم ذولا موجودين حتى يحمولك الجوينت من الستريس، هم يسمون ستيبيليتي وانس اكو ستريس خلاص، فشغلهم هذا، فانت لازم تحط عليهم ستريس حتى تشوف ايش يصير. فمثلا انت عندك اول تيست اللي هو كلش مهم يجي في الامتحان، ليشمان تيست. ليشمان تيست هو نفس الانتيرير دراور تيست، يعني ليشمان تيست نقصد به الانتيرير. شنو دراور؟ دراور اللي هو انت تسوي ستريس اوكي انتيرير على الانتيرير كروشيت ليجمنت، اوكي انتيرير كروشيت ليجمنت تسوي عليه ستريس. شلون تسوي ستريس؟ هو الانتيريور كروشيت ليجمنت مفروض ما يخلي الليجمنت يطلع انتيريورلي، فانت تجي ستريس التيبيا على الفيمر وتطلعها لي قدام، يعني تحاول تلزم من فوق. سأتزلكم عليها، اتزلكم الفيديوهات زين، هو اكو عندكم صوره هنا راسم لكم اياها، باعوا شلون يحاول يسحب التيبيا لي قدام، يقعد على الـ على الـ على الرجل حتى يصير اكو حتى تثبت هذا البارت زين، ويسحب التيبيا لقدام يشوفها تخلع ولا لا. هذا انتيرير دراور تيست حتى تعرف ايش قد الانتيرير كروشيت ليجمنت يتحمل الستريس انتيريرلي. الستريس الستريس على التيبيا زين بوستيريرلي بالعكس، يعني هنا راح نسميه شنو البوستيرير دراور تيست، كلش مهم يعني نفس الاسم جدا سهل، بس ما نسميه ليشمان، ليشمان انتيريور دراور تيست، اخاف يجيب لكم بس ليشمان تيست. نجي على الفولغس والفاروس، هذول اثنينهم احنا نسوي لهم اكزامينيشن ميديال ولاترالي حتى نختبر كل اللي حكيناهم فوق، بس اذا سويناهم بزاويه 30 بدنا نختبر الميديالي اللي هي الفاروس ستراكشر، واللي تختبر انت شلون تختبرها؟ تختبرها انه تسوي فالغاس ستريس حتى تشوفها هي حتلزم ولا ما تلزم زين، اللي هما منو ميديال كولاترال ليجمنت اذا كان بزاويه شقد 30، اذا بزاويه 30 والقوه جايه وانت دا تسوي ستريس من الميديال لللاترال يعني فارس ستريس، فتختبر اللاترال ستراكشر اللي هي من هي
اللي هي اللاترال كولاترال ليجمنت اند الاليوتيبيال باند، لان ذول اثنينهم زاويه 30. اوكي، هاي جدا مهمه. بعد عندنا روتيشنال، اوكي، اللي هو لازم احنا هسه قدام ورا يمنا ويسرى والفرع الروتيشنال. فشي يسموه البايفوت تيست او البايفوت شيفت تيست، هذا همينه جدا مهم. مرات هاي التست painful، خصوصا اذا اكو partial tear. تمام، فبس انت لازم تسويها، مو حتى تعرف هي painful ولا لا، حتى تعرف ايش قد اكو still اكو stability. كل ما اكثر fibers من دول الليجمنت يصير بيهم تير، كل ما تكون اضعف، كل ما انت لازم يعني على طق هاي وتصير complete tear. زين، فيعني لا تكون كيرفول بالإكزامينيشن. شوفوا الزاوية شلون قلت لكم عليها، هاي تعتبر 20-30 درجة. تمام، هي حقيقة احنا هاي يسموها 30-20 درجة لان ياخذوها ويا هذا، هاي 30 ويا المستوى العدل، لانه لو تجي تقيس هاي، هاي راح تشوفها شقد هنا، حتشوفها عندك 150 درجة تقريبا، اكثر من 90، لانه 90 هيج. تمام، هاي اكثر من 950 درجة، فالثلاثين هي هنا درجة اللي نقصد بيها. ايش دا يفحص هنا؟ يفحص هنا حسب اذا ميديال او لاترال او انتيريال بوستيريال. اذا ميديال او لاترال فاحنا معناها الكل لاترالز. نجي على الامجينج، الاكس راي ممكن يشوفك افولجن فراكتشر، الاتاتشمنت مال ليجامنت ممكن من تصير عليها يعني تنعت وتنجر، ممكن تكسر لك فراك، تسوي لك جزء ثلمة احنا نسميها من البون، او ممكن نسوي ستريس فيلم حتى تشوف ستريس فيلم. تذكرون بالشولدر نسوينا ستريس، شيلنا اوزان حتى نشوف الجاب ايش قد، ونشوف ايش قد اكو تير صاير بالجوينت الليجمنت مال الاكروميان اذا تتذكرون. فهنا نفس الشيء، احنا نسوي ستريس حتى نشوف ايش قد اكو جاب. زين، الام ار اي طبعا احنا مهمه الام ار اي لان هي للسوفت تيشو. زين، يميز لك اكو كومبليت ولا بارشال تير، ايش قد اكو تير. ارثروسكوبي ممكن نسويها، بس اكو لها انديكيشن جدا مهمه، ايش وقت اسوي ارثروسكوب حاله الليجمنت انجري. من عندي شنو؟ من عندي اني اريد كروشيت ليجمنت، قلناها هذا لان جوه، فاريد اصلحه، اريد اشوفه، يفوتون ارثروسكوب، يفوتون مثل يعني ناظور للجوينت ويشوفون شنو هاي، ممكن اصلا يعالجوها يعني دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. زين، وبعد ديل وذ اذر انترنال انجري لايك منسكل انجري. كاتب لكم فور اكزامبل منسكل تير، مثل ما قلت لكم اللي نازل من الباراشوت مثل ما قلنا، اللي صايره بعد. طبعا هاي الميكانيزم اوف انجري بالني مو مثل الابر لم، مشكلته مو بالدقنزه، مشكلته انه هاي الايد تستخدمها هوايه بالحركه، تشيل وتحط كذا، ما تقدر يعني تحت لو ينيموك استل ايدك تتحرك. فهاي مشكلتها بالتثبيت، اللور لم مشكلتها بالتشخيص. يعني انت لازم تعرف الشخص، لازم تعرف عضلات، تعرف العضلات شلون تشتغل، زواياها مو اساميها، تفهم الالاينمنت مال الرجل، تعرف الويت بيرنج وين صاير، هذا علم واحد، علم كامل تفهموني. فانت احفظ الموجود، لا كلش زين هاي ليش مو هيك، ليش مو هيك، الاشياء اللي دفهمك اياها افهمها، وهاي الاشياء اللي اقول لك احفظها احفظها. زين، بعد ايش عندنا؟ عندنا طبعا كلش مهم تعرف انه انت بالسوالينج القوي. زين، راح يصير عندك الارثروسكوب كونترا انديكيتد، لانه انت بالارثروسكوب لازم تنطي هواء. تمام، حتى تشوف مرات تنطي فلويد، تغسل المكان حتى تشوف. فراح يصير عندك كومبارتمنت سيندروم. ف الاثروسكوب كونترا انديكيتد بالسيفير تير، بالكولاترال سيفير تير، لانه الكولاترال لازم تنقطع
الفلويد والاير والهاي كلها حينزل من الكولاترال ينزل وين للليج، وبالتالي من ينزل للليج راح يصير عندنا كومبارتمنت سيندروم. زين نجي على تريتمنت مال لتهم. اكو شيء اسمه سبرين. السبرين احنا ماخذين بالابر سبرين وبارشال تير. سبرين يعني التواء، يعني كم ليجمنت كم فايبر صايره بيها مقطوعه، بس استل هو الليجمنت كله انتاكت وكمان. هذا يصير بين، كنا يصير عندنا احنا نقول تو رجلي يصير اكو بين سيفير. اوكي دائما شو يقولون لنا سووا تمارين حتى تقوون الفايبرز. مرات بالبدايه ممكن يحطون سبلنت وبعدين شوي شوي نبدي نرجع نسوي حركه على المكان. ممكن اذا لا التير يكون بارشل يعني كان يكون مو مجرد التواء، ممكن اذا سوالينج تسوي اسبيريشن تحط ايس حتى تقلل هاي السوالينج على المكان. زين إليفيشن يقول له ارفع رجلك حتى يقل السوالينج. وليش تقل السوالينج؟ لانه انت السوالينج والهيماتوما هاي الركود راح يسوي لك ممكن ادهيجن، ممكن يسوي لك مشاكل، فهاي جدا مهمه. بعدين يرجع طبيعي لحياته ورا تقريبا شهرين. يعني اللاعب مع الطابه اللي يصير عنده partial tears أو sprain يبقى ممكن شهر ونص شهرين يلا يرجع للتدريبات التنس مات. complete tear هنا لا، هنا depend هل هو medial collateral ligament واحدة ولا lateral collateral ligament واحدة ولا ACL ولا PCL واحدة ولا كله مع بعض. إذا MCL واحدة هذا إحنا نحط long cast، نحط مثل الني كلها نحط لها كاست من فوق وجوة على امتدادها نجبسها. زين او ما كان تجبيس اكو شيء اسمه مثل البريس اللي هو تقعد الني بحاضنة زين تثبتها تكون قوية ما تتحرك لمدة شهر ونص. ماشي اذا LCL هنا لا، يعني lateral collateral ligament هنا غير انه يجي واحد اولا. وبعدين احنا ليش نادر؟ لانه اللاترال اذا تتذكرون انتو اللاترال ما عليه وزن ما عليه شغل مثل الميديا. حتى من ناخذ ان شاء الله بمحاضرات دكتور نسيت اسمه بس الني ديزيز مو الانجري من ناخذها ان شاء الله راح ناخذ اكو اشياء تخلي بالاناتومي الميديال ستابيليتي ومني ما تفتر. اوكي وهاي على حبشكلات تلزمها وهيك يعني ان شاء الله ناخذها والبات اللي بيها مثل البروسيس من ورا ونشوف انه الميديال كوندايل اكبر. الميديال هو اللي شال الوزن قاعد على التيبيا. زين فالميديال هو ابو الكومن انه يصير تير. اللاترال تير معناها اكو ما يجي واحده معناها اما ويا ميديال او دي كلها من دغدغ. اذا اجى واحده عالجه مثل الميديال. الاي سي ال هنا اهم شيء لازم نعالجها. الاي سي ال مهم، هذا اللي يلزم لك الرجل انتيريور بوستيريور. انت ما تريد تمشي لازم تثني الني، من تمشي تقمص تتحرك تروح تجي الفانكشنال هي الني. يعني تخيل انت رجلك كلها بلوكة واحدة وبس الانكل مالتك يتحرك، ماكو لا تقدر تصعد لا تقدر تنزل، صح؟ فذاتس واي الاي سي ال والبي سي ال هذا لازم يعني مختص هو بالجوينتس يعرف شو يسوي. ترجع مثل الطبيعي كأنه ماكو ديزيز. فيزيوثيرابي هنا كلش مهمة جدا مهمة. حتى الـ ACL PCL قبل وراء العملية يسوي لها فيزيوثيرابي فجدا مهمات. يفضل انه اشوف اذا هو السباين مال تيبيا افولست اللي هو الاتاشت الى الـ ACL يفضل انه فيكست باي ارثروسكوب يحط يستبتوه يعني انترنال. زين اذا عندك الـ PCL عادة احنا نون اوبراتيف
بس إذا ويا همينة أفلجن ديج الساعة يحتاج عملية. فالفكرة بالأخير إنه إحنا مو سهل تفتح جوينت بإنفكشن، باحتمال أنت من تفتح تسوي إنستابلتي، تسوي تير، تسوي إنجري. فذاتس واي إحنا ما يفضل إن نفتح الجوينت والني جوينت تحت هنا إذا كان عندي ليجمنت إنجري. نفضل إنه إحنا نجبس حتى بالأنكل نفس الشيء، unless أكو عندك فراكتشر والفراكتشر اتاشت إلى هذا الليجمنت، يعني افولجن فراكتشر لازم يثبت مو باي كاست، لا يثبت بكي واير زين. مرات يستخدمون السكرو تكون هيدلس سكرو زين. فديبند إذا كلهم أنت تسوي إعادة بناء، إذا كومبايند إنجري تسوي إعادة بناء، ترجع تسوي الـ ACL، ترجع تسوي PCL من جدة وجديد زين. كلش مهم كومبليكيشن. شنو الكومبليكيشن مالته؟ هو بالجوينت فيصير انستابلتي، هاي أهم شيء. ممكن أدهيجن تلزق بعد ما تتحرك زين. شايف أنت هاي شوية بيها مثل الفلكسبلتي، شوية بيها مطاطية هنا، أدهيجن بعد ما تتحرك، ممكن أوسيفيكيشن زين. ف that's why جدا مهم انه تعرف الـ ACL والـ PCL والـ collaterals، جدا مهم زين. هاي حسجلها بمحاضرة ثانية حتى اقدر ارفع المحاضرة لانه تتأخر.